السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله بإذن الله غادي نكريو الروت وبيان الراوت الخاصة باللوجين. دونك غادي نكريو لوجين اند بوينت. دونك بالنسبة للفايل ديالنا وبيان شنو غادي يكون في اللوجين اند بوينت، تو سامبلومون غادي نستعملو الايرورز از فاليد توجور فروم validate login input and نستعملو user find الفانكشن الخاصة باش نقلبو على اليوزر تو سامبلومون افيك لوتيزاسيون دو مونجو دي بي و سي نستعملو بكريبت اي جي دبليو تي انسي الفايل باسبورت دوت جي اس. الوغ على بركة الله، دونك غادي نمشيو لو كود ديال غادي نمشيو للفايل ديالنا اللي هو اش اللي هو users.js. دونك غادي نكونو توجور سيتوي في لو فايل users.js. الوغ غادي تكون عندنا at root post api users slash login and disk description login user and return gwt token. خصنا نروتورنيو توكن تو سامبلومون انسي اكسس از بابليك، دونك لاكسي اي بوبليك. دونك انكريو الروت الاولى راوتر بوان بوست غادي تكون سلاش لوجين اند فانكشن ديالنا ريك ريس الرو فانكشن يس. دونك على بركة الله غنبداو باش بالفورم فاليديشن فورم فاليديشن. دونك جو في كريي واحد وبيان غادي نعيطو علاش الايرورز اند ايرورز اند اش از فاليد تو سامبلومون ابري. دونك هادو غادي يكونوا فروم اش فروم فاليديت فاليديت لوجين انبوت غادي يكونوا يكون في مريك بودي دوت بودي جود. الوغ غنمشيو دابا مانتونون لاش غنديرو تشيك تشيك فاليديشن. دونك اف نوت فاليد از فاليد اش يعني شنو غنديرو ريتورن باد ريكويست يعني الريس دوت ستاتيو هادشي تعودنا عليه. دونك تو سامبلومون ولا عندنا ساهل مانيبيليو هادشي. دونك جيسون après et qu'on a des errors donc on va passer les erreurs d'ion voilà tout simplement. Donc après sinon il a manqué à des erreurs je nous dit qu'on a des gardien dire const email email d'ienna a dit qu'on voit h warrick dot body dot email and const password pardon password a dit qu'on voit h rec dot body dot pass password. Alors après la création d'il had de variables, donc tout simplement find h find l'utilisateur by email. Donc find user by email tout simplement. Donc on dit user yani model d'ieli dot find one. دونك غادي نحط الايميل اللي كرييت اند ذن الى لقيت هذاك اليوزر تو سامبلومون شنو خصني ندير غندير دابا تشيك تشيك اف يوزر اكزيست غندير اف نوت يوزر يعني يوزر ما كاينش غندير ريتورن ريس دوت ستاتيو 400 ك يعني not found json اش email انا نعطيه واحد جوست واحد الفاريابل انوتاسيون باش نقدر نبارسيها فاش مع رياكت email email not found تو سامبلومون. الوغ ابري مني غادي نقلب على يوزر فايند شنو خصني ندير خصني نخرج من هنا ونمشي لاش التشيك باسورد
باش نتشيكي الباسورد غنستعمل بكريت. دونك بكريت دوت كومبار، غنكومباري اش ما بين باسورد ديالنا اي يوزر دوت باسورد، لانني توجو خصني نبقى سيتويي فاش في اليوزر دوت فايند وان ابخي. دونك then donc tout simplement. Alors je vais créer le code يعني rapidement ونرجع نشرحه tout simplement باش ما تاخذش لا فيديو وقت كثير. Donc voilà غادي نرجعو من الاول باش نكونوا واضحين. Donc بعد ما كرينا الفورم فاليديشن، جبدنا الفورم فاليديشن من validate login input، و ابري كرينا لي يعني خدينا لي دو فالور من البادي ريكويست بادي ديالنا. غادي نشوف اش واش هذاك اليوزر ايميل راه كاين عندي في لاباز دو دوني، سينو ما كانش راه غادي نبارسي ايميل نوت فاوند. ابري الا كان غندير اش بكريبت دوت كومبار، غنكومباري الباسورد اللي دخل ليا مع اليوزر دوت باسورد، اند ذن غادي نحط واحد فاريابل از ماتش. الا كان از ماتش شنو غندير؟ غنكري دابا البايلود اللي غادي يكون فيها باش نقدر نجينيري التوكن ديالي. دونك الاي دي يوزر اي دي والنيم اللي غادي يكون يوزر نيم. دونك في هاد البايلود هادي هي فين كنمشي للرياكت وكنجبد اش لو نو ديال اليوزاتور باش نافيشي ليه في افيشيها فاش في الداشبورد. دونك ابري كنستعمل جي دبليو تي دوت ساين، كنحط البايلود اند كيز و السيكريت كي مناش اللي كاينه في كيز، اند كنعطيه 1 year in second. يعني كنقول ليه هذاك الكي ديالنا غادي تكسبيري اند 1 year in second. دونك ابري كنجينيري التوكن ديالي باش باستعمال بيرر بلاس توكن. يس بيرر بلاس توكن، دونك التوكن ديالي غادي تكون فيها باديه باش بيرر. ابري شنو كندير؟ الا كان هذاك الشيء ايلز كنرتورني 400 كا باد ريكويست اند باسورد انكوركت. دونك هذا هو الفايل ديالنا يوزرز كامل افيك لوتيليزاسيون ديال ريجستر اند لوجين اند بوينت. دونك تو سامبلومون هذا هو يعني الراوتين الخاص بلوجين اند ريجستر. ابخي غادي نشوفوا لي تيست et quelques informations surtout خاصة بليزيرر.